المشهد في كربلاء نتابعه مع مراسلينا من هناك جاسم لهميم. مرحبا بك يا جاسم. الحشود تدخل مدينة كربلاء حتى قبل موعد الأربعين، كيف تبدو الصورة من عندك؟ نعم، أهلا ومرحبا بك. بالحقيقة الحشود المليونية ما زالت تسير نحو كربلاء من كل المحافظات العراقية وحتى من خارج العراق، وصولا لهذه المدينة لأداء مناسك زيارة الأربعينية الإمام الحسين. كما أشرنا سابقا أن هذه الزيارة بدأت قبل موسمها المعتاد، كون بالعادة تبدأ يوم 12 من شهر صفر، ولكن حتى هذه اللحظة يعني ما يقارب 8 أيام وما زلنا تحت الضغط وما يعني يشاع تسميته بذروة هذه الزيارة، والتي سوف تستمر حتى 4 أيام القادمة حتى نهاية زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. جميع الخطط تسري بإنسيابية عالية وجهد مبذول وواضح من قبل القوات الأمنية والصحية والخدمية داخل محافظة كربلاء، وأيضا خطة النقل حتى هذه اللحظة تسري بإنسيابية عالية. ولكن اليوم حديثنا سوف يتضمن خطة الدفاع المدني والجهود التي بذلت داخل محافظة كربلاء للسيطرة والتوعية على هذه الزيارة بانغماسهم بالمواكب الحسينية وتوعية أصحاب المواكب، وأيضا تجوالهم داخل محافظة كربلاء لمنع حدوث أي حوادث بهذا المكان. ينضم معي مدير عام دفاع المدني في العراق اللواء محسن كاظم للحديث أكثر حول هذا الموضوع. سيادة اللواء مرحبا بك بنشرة الثالثة، خطتكم التي وضعت من أجل استقبال زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، بإشراف مباشر من قبل السيد معالي وزير الداخلية المحترم رئيس اللجنة العليا للزيارة الأربعينية، حقيقة أعدت مديريتنا أسوة بالمديريات الأخرى خطتها بعد التنسيق مع قيادة العمليات وقيادة الشرطة والحكومة المحلية المتمثلة بالسيد المحافظ، وكذلك التنسيق مع العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية وجميع الأجهزة الموجودة والقوى الماسكة. مديريتنا حقيقة تضمنت محورين، المحور الأول هو الإجراءات الاستباقية. الإجراءات الاستباقية تضمنت إجراء الكشوفات على كل المشاريع اللي هي الفنادق، الحسينيات، الجوامع، المراقد، كل ما يعني تواجد الزائرين قريب من عنده. هذا حقيقة من قبل ضباط أكفاء ذو خبرة من المقر العام بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني كربلاء. أيضا طبقنا يعني خطة التدخل والمعالجة اللي هي وزعت المدينة أسوة بالمديريات إلى محاور، ومن ثم المحور اللي هو الرئيسي أو المهم هو محور المدينة القديمة اللي وزعناه إلى قواطع، وكل قاطع أيضا يشرف عليه ضابط برتبة كبيرة ومجموعة من الضباط الخبراء للسيطرة على الحوادث. إن شاء الله لم تحصل أي حادث. أيضا تم تنسيق ما بين مديريتنا وبين مديرية توزيع الشركة العامة لتوزيع الغاز، وكذلك إرسال مفارز لصيانة القناني خوفا من أنها تسرب الغاز ومن ثم تحصل الشرارة ومن ثم يحصل الحريق وما ينتج عنه. مديريتنا مستمرة بتطبيق الخطة، إن شاء الله تعدي على خير. إن شاء الله يعني الحوادث اللي حصلت حوادث بسيطة احتيادية لم يكن بها أي تدخل آخر يكون بالجانب السلبي. إن شاء الله مديرية الدفاع المدني مستعدة كل الاستعداد ومستنفرة كل قواها، وأيضا أسندت من قبل مديريات المحافظات المجاورة. أصبحت في مديرية الدفاع المدني كربلاء أكثر من 92 فرقة أطفاء مسيطرة كل السيطرة إن شاء الله على أي حادث قد يحصل. نعم، شكرا لك سيادة اللواء. يا مرحبا، الله يحفظك. أهلا وسهلا. نعم، هذه الإيضاحات من السيد مدير عام الدفاع المدني. طبعا بالتالي جميع الخطط حتى هذه اللحظة لم يعكر صفو هذه الزيارة أي من هذه الخطط، فجميعها تسري بصورة جيدة حتى هذه اللحظة، والجميع مستنفر جهوده من أجل إنجاح خطة هذه الزيارة. ولكن الإشارة والذكر دوما على أكبر الخطط التي وضعت من قبل أصحاب المواكب الحسينية، اليوم أثبتوا أن جهودهم هي جهود يعني كبيرة جدا، فهم الأكبر
استقبالا للزائرين الوافدين الى محافظه كربلاء والاكثر تقديما للخدمات المقدمه لهم. طيب على ذكر المواكب يا جاسم، ما استعلمت عن موضوعة الاعتداء على بعض المواكب الأجنبية سيما الخليجية، منها ظاهرة دخيلة ربما على زيارة الأربعين، إن كان لديك معلومات حول هذا الموضوع؟ نعم، حقيقة كان هناك بعض من هذه التصرفات هي غير المسؤولة من بعض أصحاب المواكب أو بعض الأشخاص الذين حاولوا أن يعكروا صفو هذه الزيارة، ولكن القوات الأمنية كانت على هوبة الاستعداد، يعني سيطروا على الوضع بصورة جيدة جدا حتى هذه اللحظة. يوم أمس ليلا كان هناك أيضا بعض حركات الشغب، من قد تكون هي مشاجرات، قد تكون هناك اعتداءات ما بين أصحاب المواكب من خارج المحافظة ومن داخل المحافظة، مع أيضا يعني من خارج البلاد، ولكن قد تحصل مثل هكذا تصرفات، ولكن القوات الأمنية تدخلت بالوقت المناسب لفض النزاعات وفض المشاكل من هكذا حوادث قد تحصل داخل محافظة كربلاء. مثل هكذا أعداد قد تصل إلى هذه المدينة، بالتأكيد قد تحصل مثل هكذا تصرفات، ولكن لا تحسب على هذه الزيارة بالعموم، وجميعها حلت بطريقة مناسبة داخل محافظة كربلاء. الجهود تذكر لأصحاب أو للمعنيين من القوات الأمنية المسيطرة والمنتشرة بكل حد وصوب داخل محافظة كربلاء وزقة الطرق. إضافة إلى ذلك كانت هناك قوة كبيرة من الحشد الشعبي منتشرة أيضا ومساندة للقوات الأمنية، يعني بالتالي إن كان هناك أي مشكلة فسوف تحل خلال دقائق ولا تعكر صفو هذه الزيارة. من كربلاء مراسلنا جاسم لهميم، شكرا جزيلا، انضمامك إليها.